التعنيف ما زال الحزب كما كان في السابق، هذه ملاحظة بالنسبة للندوة ديال حول التنظيم، التطورات ديال المجتمع تقتضي أنه الأحزاب السياسية والاتحاد الشرقي كان دائما في كل المحطات تيطور التنظيم ديالو باش تكون واحد الملائمة مع التطورات اللي واقعة في المجتمع. حنا دابا في واحد الوضعية خاصة، لأنه إلا كان المجتمع تيتطور ولكن كاينه واحد الوضعيه عاود خاصه ديال هذه الحاله ديال الطوارئ. اذا من واحد الناحيه كيف الملائمه الاشتغال في هذه الظروف، يعني الا كان شي حاجه ما تبدل ولا ما تغير باش نوليو متلائمين مع الوضعيه الوبائيه والوضعيه الاستثنائيه. ثم بطبيعه الحال هناك اللي على المدى المتوسط والبعيد، هو شنو هو اي نموذج تنظيمي اللي غادي يصلح العشر سنين المقبلة أو المحطات المقبلة. هذا هو اللي أساسي. كان عندنا شحال، هذه هو أهم مزايا. يعني تطلبت مجهود جبار.